نظريات التعلم، شنو هما النظريات اللي معروفين؟ غادي نبداو بأول نظرية وأقدم نظرية إلى أحدث نظرية. أول نظرية وهي النظرية السلوكية، بانت في سنة 1912 قبل الحرب العالمية الأولى بالولايات المتحدة الأمريكية. المبدأ ديالها الأساسي وهو المحاولة والخطأ. أما بالنسبة للرواد ديال هذه النظرية هذه هما بافلوف، سكينر، واتسون، جاتري. النظرية الثانية اللي جات من بعد النظرية السلوكية وهي النظرية الجاشتالتية. الجاشتالت كتعني إما البنية أو الصيغة أو الشكل، حيث ظهرت هذه النظرية في العشرينات بالقرن الماضي بألمانيا. مبدأ هذه النظرية في التعلم وهو الانتقال من الكل إلى الجزء، وأن الاستبصار هو شرط أساسي للتعلم. مبدأ آخر وهو الإدراك الكلي لبنية الشيء عن طريق الاستبصار. المبدأ أو الإدراك الكلي لبنية الشيء عن طريق الاستبصار، فهذا مبدأ أساسي في النظرية الجشتالتية. وتقول هذه النظرية بأن الحوافز داخلية وليست خارجية عكس المدرسة السلوكية. وانتقدت المدرسة السلوكية لأنها غيبت الذات المتعلمة. من أهم رواد هذه النظرية هم كورت كوفكا وكوهلر، أما مؤسسها فهو ماكس فيرتمر. من بعد هذه النظرية هذه جاءت النظرية البنائية. النظرية البنائية من خلال الاسم ديالها تخيل أنك غتبني واحد دار. هذه النظرية هذه كتعتبر بأن المتعلم هو من يبني المعرفة، وجاءت هي باش تعطي اعتبار للذات المتعلمة اللي هي ولا الجشتالتية، وذلك عكس المدرسة السلوكية. لكن كاين واحد الاختلاف في هذه النظرية هذه مع النظرية الجشتالتية، وهو أنها كتنطلق من الجزء إلى الكل، بحال كتبني مثلا بالياجور وكتطلع، عكس الجشتالتية اللي كتبدأ من الكل إلى الجزء. وكتأكد هذه النظرية بأن الخطأ هو شرط أساسي للتعلم، وكتعتبر أن التمثلات هي الاستراتيجية الأساسية للتعلم. التمثلات أو المعلومات السابقة أو المكتسبات السابقة حنا نوظفهم كأنه الساس ديال الدار، يعني من ثم كنبداو نبنيو داك الدار. هذه هي النظرية البنائية، كأنك تبني منزل مع التكيف. درتي شي خطأ، رستي شي جورة، ماشي مشكلة، كتعلم، ما تنطيحتيها بواحد الحركة، المرة الجاية ما كديرش داك الحركة. راه هذه هي النظريه البنائيه. من بعدها كتجي النظريه السوسيوبنائيه. هذه النظريه السوسيوبنائيه فهي تابعه للنظريه البنائيه، يعني جزء من النظريه البنائيه، لكن احنا زدناها السوسيو، يعني عندها علاقه بالاجتماع، يعني اجتماعيه. سوسيوبنائيه يعني كتبنا داخل المجتمع. هذه النظريه هذه بانت في النص الثاني من القرن الماضي على يد كليرمون وفيكوتسكي، وكتعتبر ان التعلم هو صراع معرفي. يعني المبدأ ديال هذه النظرية هذه هو الصراع المعرفي، يعني التعلم يكون عن طريق الصراع المعرفي ويكون داخل المجتمع أو في المحيط. من بعد كتجي النظرية المعرفية. هذه النظرية هذه بانت على يد برونر في بداية القرن 20، والمبدأ الأساسي ديالها هو معالجة المعلومات. هذه النظرية هذه كتشوف بأن التعلم يكون عن طريق معالجة المعلومات، بحيث كتكون واحد العلاقة ديال ترابط ما بين المعلومات أو المعارف السابقة مع المعارف الجديدة، وبذلك تبنى المعلومة أو المعلومات بشكل عام. هذه النظرية هذه كتعتمد على واحد البيداغوجية اللي مهمة وكتستعمل حاليا، هي البيداغوجية الفارقية، يعني خاصك تراعي الفروقات الفردية ما بين المتمدرسين. واحد القضية ديرها في راسك فيما تسمع الفهم، تخزين، الوعي، المعالجة. ما تسمع هاد الكلمات هادو عرف بأنك راك في النظرية المعرفية. أما بالنسبة للرواد ديال هاد النظرية هادي كاين كانيي، نوفاك وطارديف. من بعد كنمشيو لنظريات الذكاءات المتعددة. هاد النظرية هادي بانت في 1983 على يد غاردنر. المبدأ ديالها الأساسي هو أن الذكاء يقاس بالعقل، وكاين بزاف ديال التصنيفات ديال الذكاء. كاين ذكاء اجتماعي، ذكاء لغوي، ذكاء تواصلي، ذكاء رياضي، ذكاء بدني، يعني بزاف ديال الانواع او التصنيفات ديال الذكاء. من بعد كنلقاو النظريه المجال. هذه النظريه المجال المبدا الاساسي ديالها هو التاثير والتوتر، يعني كيكون فيها واحد الحوار ما بين المدرس والمتعلمين. فيما تسمع ان هناك حوار ما بين المدرس والمتعلمين، اذا انت في النظريه المجال. وفي الاخير كاين نظريه الملكات، واخا هي قديمه حيت أسسها ابن خلدون، أما المبدأ ديالها فهو يكون عن طريق التطبيق، الممارسة ثم التكرار. السلام عليكم.